ايه معنى ان انا ممكن اسمع اسم شخص معين او اشوف صورته او بيتهيألي ان هو بينادي عليا او بيتهيألي ان هو قدامي؟ ايه الاسباب وايه الحل؟ يعني في النهاية لو انا يعني منزعج او منزعجة من الموضوع ده، هو ده بقى اللي احنا هنعرفه في حلقة النهاردة. ولكن سريعا خلونا ارحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك، ويا ريت كمان الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وتعالوا بينا نبتدي يعني من خلال الاسئلة اللي بتتبعت لي على الخاص انستجرام وفيسبوك. استشفيت ان لازم نعمل حلقة عن الموضوع ده، اتبعت لي اكتر من سؤال فيه، وكان اخرهم النهاردة صديقة لنا بتقول حتى لما بكون بسمع التلفزيون، حتى لما بكون على الفيس أشياء غريبة، أسمع الاسم أو ممكن أسمع أشوف الاسم عفوا أو أشوف صورة شخص معين، والموضوع ده مش حصل مرة أو اتنين، ده أصبح بيتكرر بشكل بالنسبة لي أصبح مقلق. رجاء ندوس لايك لو شايفين الموضوع ده مفيد عشان يوصل لبقية أصدقائنا. الإجابة باختصار جاية من كثرة التفكير في هذا الشخص أو موقف هو عمله. يعني ممكن الشخص ده يكون مسيطر على حياتك من خلال مواقف هو عملها، أذاك في موقف كبير أو كان مؤذي بشكل كبير بالنسبة لك، ولكن أنت عندك هوس وخوف إن هو يكرر الموقف ده، او خايف من حاجة معينة ممكن ان هو يعملها فيك او يعملها معاك. وعلى النقيض ممكن تكون بتحب الشخص ده قوي وبتفكر فيه قوي ومتعلق بيه قوي، فعقلك الباطن وبغير شعور يعني من غير ما انت تحس او من غير ما انت تدرك يتهيألك ان الشخص ده بينادي عليك من كثرة التفكير. وعلى ذلك يعني او على سبيل المثال مثلا لو انت اكلت اكل مملح طول اليوم مثلا يعني وما شربتش ميه وجيت نمت مثلا، مش ممكن تحلم ان جنبك ميه وان انت بتشرب ميه وتتخيل ان الاباجوره اللي جنبك دي كاسه ميه وتروح ممكن رايح تشرب؟ بتحصل صدقوني، من كتر التفكير عقلك الباطن بيهيأ لك بيرسم لك صورة أو بيرسم لك اسم شخص، الشخص اللي انت بتفكر فيه، أو حتى بيهيأ لك ان هو بينادى عليك، أو الأكثر من كده ان هو بيأذيك بيعمل الموقف اللي انت خايف منه. ده عشان كده لما نتكلم ممكن يقول لك تفكر في الحاجة كتير تحصل لك. بتاخدوا بالكم انتوا من المقولة دي؟ ما تفكرش في الحاجة كتير قوي وتقعد تتخيلها وتتوقعها وتعيش فيها قوي، خاف للتفكير ده يترسم ويصبح حقيقة في يوم من الأيام، الخيال ده يصبح حقيقة بالنسبة لك في يوم من الأيام اللي انت خايف منه يحصل. نسمع قوي بعض الناس تقول ادي اللي انا كنت خايف منه حصل. الموضوع كله بيكون عبارة عن عقل لا باطن وتخيلات. وفي ناس أشد في مرحلة أعلى اسمها الوسواس القهري. الشخص ده غالبا بقى اللي بيوصل للمرحلة دي بيكون عنده اضطرابات نفسية، شخص مضطرب نفسيا، أكله مش بانتظام، نومه مش بانتظام، مواعيده مش بانتظام، حالات كتير قوي من الفرح والسعادة والحزن والتشاؤم والاكتئاب داخلة ومتداخلة في بعضها، عملت له حالة هستيرية. في النهاية سيطر التفكير الغير واقعي ده على خياله أو على حياته، فبقى بيرسم له الصورة دي، بيرسم له صورة الشخص ده أو اسمه أو بيهيأ ليه. طيب أنا أعمل إيه؟ أنا لو عايز أتعالج أو الموضوع ده بالنسبة لي مزعج. بس خلينا في الأول أقول في بعض أصدقائنا ممكن يسألوا طب أنا لو بحب شخص ومتعلق بيه ومتعلقة بيه وبسمع اسمه وأشوف صورته، هل ده كفيل بقى إنه يكون هيقابلني هينلتقي أو إن هو كمان بيفكر فيا وبيشوفني؟ إحنا عملنا حلقة كاملة عن الموضوع ده، إزاي تعرف إن الشخص اللي شغلك أنت كمان شغله؟ مش دي العلامة بس اللي ممكن من خلالها نجزم او نحكم ان الشخص ده بيحصل له زي ما بيحصل له. في حلقة تانية هسيبها لكم في وصف الفيديو اسمعوها عشان ما يختلطش عليكم الامر. دي علامة من مجموعة علامات لازم تكون
متواجدة عشان تقدر انت بقى تتأكد ان الشخص اللي انت بتفكر فيه ده او اللي هو مسيطر عليك ده انت كمان مسيطر عليه بنفس الدرجة تقريبا. الحل، الموضوع ده مزعج بالنسبة لي وانا عايز اتخلص منه. لازم الحل بقى، وعلم النفس ينصحك قوي بكده، ومفيش حل بالنسبة لك او بالنسبة لك اقوى من كده. اخلق حديث مع نفسك، لان نفسك هي اللي بتهيأ لك كده وبتصور لك كده. عفوا، الحديث ده بيكون مفاده ايه؟ لازم تتكلم مع نفسك وتكون واقعي وانت بتتكلم. الشخص ده مش موجود، واللي انا بتخيله ده مجرد تخيلات. وقول كده بصوت عالي بينك وبين نفسك، واحكي مع حد مقرب ليك بتثق فيه وقول له بيحصل لي كده، هيرد عليك ويقول لك ده وهم. قول له انا متأكد ان هو وهم، لان العقل الباطن الكلام اللي انت بتقوله او بيتقالك في يومك بيتخزن جواه وبياخد منه بيستمد منه الغذاء بتاعه. ولذلك ممكن نضرب برضه فور اكزامبل، يعني على سبيل المثال، انا لو صاحي الصبح من النوم كده محبط، نفسيتي مش قوي، وقابلت مثلا والدتي قالت لي على سبيل المثال شخص مميز قوي، وبعدها قابلت صديق ليا في العمل قال لي بحس ان انت فيك حاجة مميزة قوي، وقابلت صديقة ليا قالت لي انا بحس ان انت شخص جذاب قوي. تلاقي عملية الثقة في النفس كده بتعلى، وبدأت اقتنع داخليا ان انا شخص مميز. مش انت اللي هتحكم على نفسك، الآخرين هم اللي بيحكموا عليك، والعكس صحيح. لو أنا شخص شايف نفسي مميز وناجح ولكن أصدقائي والمحيطين بيقولوا لي أنت فاشل، أنت شخص لا تصلح لشيء، هتلاقوا نفسيتي تدريجيا بدأت تصدق الكلام ده. عقلي الباطن بدأ يصور لي إن أنا بخش في مهمات وبفشل فيها، إن أنا بقيت عالة على اللي حواليا، إن أنا فعلا شخص فاشل، ان انا فعلا شخص بجيب الاكتئاب للي حواليا. هي كده، لذلك هو ده العلاج. ولذلك لما تقعد مع نفسك اوعى ان انت تقول عبارات او كلمات سلبية او محبطة، لا، قول لنفسك ان انت في مميزات وعدهم 1 2 3، انا شخص مميز. ارجع ورا، انا نجحت في 1 و2 و3 وعملت اللي غيري ما قدرش ان هو يعمله. تلاقي على طول انت اكتسبت ثقة في نفسك. ونفس الكلام بقى على موضوع حلقتنا، مفيش كلام، مفيش وجود للاسم اللي انا بشوفه ده، للصورة اللي انا بشوفها دي، مفيش موقف مؤذي ولا حاجة هيحصل لي، مفيش شخص زي ده. لازم ان انا افوق لنفسي، انا مش هفضل كده كتير، انا لازم ابقى انسان طبيعي، انا مش هخش في الوهم، انا مش هعيش في الدوامة دي كتير، انا لازم ان انا افوق لحياتي، انا مش هسمح ان حد يقول عليا ان انا مضطرب نفسيا او ان انا بيتهيأ لي حاجات غير موجودة في ارض الواقع. عقلك الباطن هيستجيب معاك صدقني، حتى لو ما كانش ده بشكل سريع. وتقدر هنا بقى، نقدر ان احنا كمان ندي نصيحة عامة. اي شخص بيعاني من قلة ثقة في نفسه، من إحباط، من تشاؤم، من يأس، من معاناة من شخصيته، يقدر إن هو بالكلمات اقنع نفسك. كل يوم اتكلم مع نفسك، كل يومين، كل 3 أيام، كل أسبوع اتكلم مع نفسك 10 دقايق حتى وانت رايح تنام. أنا كويس، أنا واثق في نفسي، أنا شخص فيها مميزات كتيرة، أنا خلاص صدقني على المدى الطويل هتكتسبها. والعكس زي ما احنا قلنا صحيح، انا شخص فاشل، انا ما ينفعش من لحاجة، كل الناس اللي شايفيني شخصية ضعيفة معاهم حق. تأكد ان انت عما قريب هتصبح شخصية ضعيفة، وهو ده اللي احنا مش عايزينك او عايزينك ان انت تنساق فيها او توصل إلي. أتمنى أن أكون جاوبت على الموضوع ده، وبعتذر عن كل أصدقائنا أو من كل أصدقائنا اللي بعتوا لنا، أنا اتأخرت في الرد عليهم. عملنا موضوع هو بقى بشكل عام عشان كله يستفيد منه. اكتبوا لي آرائكم في الحلقة دي، أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. عندنا قناتين، قناة للكرة اللي بيحب الكرة، وقناة تانية للفضفضة مهمة جدا، الانستجرام والفيسبوك، بنعمل عليهم لايفات وبنرد على أسئلتكم. كل الروابط دي في وصف الفيديو أو في أول تعليق. يا ريت تنضموا لنا وتشرفونا. تصبحوا على خير.